هي إذن أول عملية منظمة تشهدها ولاية عين صالح لنشاط المقايضة بين ولاية عين صالح وأسواق بعض الدول الإفريقية. قمنا اليوم بانطلاق أول عملية لتجار المقايضة عين صالح لتمكينهم من نقل بضائعهم تصديرها نحو دولة النيجر في إطار عملية المقايضة، وهذا بالتنسيق مع جميع المديريات المعنية، وهذا في إطار تعميم استخدام نظام المعلومات للجمارك ألساس. هذه العملية تأتي في إطار تشجيع التجار المقايضة على القيام بهذه مثل هذه العمليات على مستوى جميع الولايات المسموح لها. التجار المعنيون بالمقايضة الأمل يحذوهم في أن يعرف هذا النوع من التجارة إقلاع حقيقية لبعث النشاط التجاري بالمنطقة. وإن شاء الله نكونوا المقايضين في المستوى المطلوب ويمثلوا الجزائر في البلدان الحدودية. وعندنا هنا سهلنا بكل سهولة من ناحية الجمركة ومن ناحية مكتب تاع الترانزيت. كنا سابقا في أضرار، نقلنا لطامه راس مدة عامين ورجعنا لعين صالح، مسقط راسنا تجارتنا المقايضة، وانا قلنا التسهولات مع الجماريك الله يجازيهم خير وكل شيء داروا لنا. والتي كللت بالنجاح والحمد لله هذه الانطلاقة الأولى، ونأمل يعني مستقبلا ازدهار هذه التجارة في الولاية. نأمل من سيادة الوالي ومن مصالح الدرك الوطني ومصالح الطاقة ومديرية الطاقة أنهم يزيدوا يدعمونا في قضية المازوط هذه. الحديث عن تجارة المقايضة هو حديث عن حركة حمولات التمور نحو عديد أسواق الدول الإفريقية الصديقة وتعويضها بحمولات مواد أخرى يكثر عليها الطلب بالسوق المحلية.